أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لي أقارب وهم أعمام وأخوال لا أزورهم، وذلك لوجود مخالفات عندهم، منها وجود القنوات الفضائية في بيوتهم ولا يستمعون لنصح ناصح لو طلب منهم البعد عنها، وبعضهم يدخن وأنا أتضرر بهذا، والسبب الأهم أن زوجاتهم يخرجن إلي كاشفات الوجوه وقد يصافحنني، وهذه عادة عندهم، فهل يجوز لي والحالة هذه البعد عنهم؟ نعم، هذه منكرات، هذه منكرات فظيعة، فلا تذهب إليهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويتركوها. ولكن لا مانع أنك تكلمهم بالتلفون أو تكتب لهم رسالة، أما أنك تذهب إليهم وتجلس معهم هذا لا يجوز. وإن قدر أنك ذهبت إليهم سلم عليهم وتنصرف، ما تجلس معهم، تسلم عليهم وتنصرف ولا تجلس معهم. نعم.